بسم الله الرحمن الرحيم 27/3/2012 طبعا لان احنا الاحياء خمس قديمه كما ترون هذا حي الفصل فيه طبعا هلا سوف نلاحظ ونرى اثار الدمار العنيف اثار القصف العنيف العشوائي الاحياء خمس قديمه طبعا انظروا لهذا منزل طابق بالكامل قصف دمير طابق بالكامل قصف دمير وطبعا جميع هذا الحي قد اصابه الضرر كما انظروا لهذا المنزل طبعا القذائف التي يرمون بها انها تطلق اول منزل والثاني منزل والثالث منزل القصف عنيف وطبعا اشتعال النيران في حي خمس احياء خمس قديمين النيران كثيفة كانت الحمد لله تعالى بان اليوم الله سبحانه قد رزقنا الامطار من اجل اطفاء النيران وطبعا لولا هذه الامطار لكان غمامة سوداء في سمائنا والنيران انها بالزياد النيران بالزياد كثي والحمد لله الذي رزقنا هذا الغيث طبعا لا يوجد لدينا لا ماء ولا كهرباء ولا تليفونات ولا نت لا يوجد شيء طبعا انظروا لهذه المحلات التجارية الذي اصابها وانظروا لهذا المحل الذي قد احترق والحمد لله الذي رزقنا الغيث لاطفاء النيران طبعا حي بالكامل انظروا الى كهرباء السكك الكهرباء مقطعة بالكامل شبيحة الأسد القناصات يضربون عليها يضربون على الكهرباء من أجل قطع الأسلكة ويضربون على السكة الهاتف من أجل قطع الاتصالات وطبعا شركة MTN وشركة سيرياتيل تتعامل مع عصابات الأسد لقطع اتصالاتنا مع الآخرين من أجل أن نطلب النجدة من أي حي اخر لا يوجد لدينا اي شيء من اجل نتواصل معه طبعا انظروا الشارع بالكامل قد دمر شيء لا يصدق حياة خمس قديمين تمام انظروا لهذا الحي تمام اثار القذائف طبعا كما ذكرنا القذيفة تخلق اول منزل والثاني والثالث الله اكبر شيء لا يحتمل حياة خمس قديمين ثلاثة انظروا حي بالكامل قط دمير انه لا يميزون لا مساجد لا كنائس لا منازل لا ملاهي الله اكبر تمام هذه طبعا محلات تجارية انظروا التي زالوا لها لا يوجد عندنا طعام ولا ماء ولا محلات ولا ارزي من اين سوف نشتري؟ اين سوف ناكل؟ الله اكبر شيء بالكامل يا جماعة طبعا اين في الامطار؟ لا نتوقف 24 ساعة في الليل وفي النهار انظروا الذي جرى لنا الحمد لله الذي رزقنا هذا الغيث من اجل اطفاء نيراننا